ما يسمع الزول مقران مرحبا اسوان. هذيك الطفله شكون هي؟ هالناس بعثوا لي بزاف الناس قالوا لي عاود لنا لا شونسون هذه تري تري بال شونسون. هذيك الطفله شكون هي؟ من مشيتها باينه خنشليه سيغتينمون، تكون باتنيه تكون عنابيه والله تكون تبسيه جو سي با. سنا تشوفوا انا ما على باليش يا خويا، ما على باليش ما على باليش. قال لك الطفله هذيك لابسه نوخ شكون هي؟ ما نعرفهاش يا خويا، واش نقول لك ما نعرف انا بعد نحوس عليها. هيا توت انا صح. قال لك شكون هي لابسه النواخ وانا وين على بالي. الزول في الله ونيت ما يسمع الزول مقران مرحبا يسون. الو، في هاد لا فيديو هادي الثانيه راح نتكلموا على بور، ما سمحوا لي سي با بوروينا، وجه الروينه ما تصلحش، كيف اسمه هذا بن فارينا خاطي، والله نسيتو شكون هو السيد اللي راح نتكلم عليه. ليسونسيال دوك نلقى اسمو رابيدمون. هذا السيد يخرج علينا اليوم كيما قال واحد الفيديو، اوف فيديو راح دار تجمع سيدي، دار تجمع هذا بن فارينا هذا ولا كيف اسمو، دار تجمع واش يقول؟ يرد على زعما واحد المغربي اسمه بن كيران، والله ما نعرف واش اللي يقولوا. قال بن كيران هذا المغربي اللي كان رئيس حكومه هو اسلاميست كي بعضهم كي هذا كي هذا، لي شيان نو سو موغ با اونتخ او، لي شيان نو سو موغ با اونتخ او، كي بن كيران كي هذا بن قرينا، فوالا جو تخوف كي هذا بن قرينا، لي شيان نو سو موغ با اونتخ او. يرد عليه زعما بن قرينا هذا، قال لهم لا يا الشعب المغربي لازمكم توجدوا رواحكم باش تروحوا ديروا حرب مع الجزائر. ويجي خونا هذا سي بن قرينا يدافع علينا زعما حنا الجزائريين، ويقول لنا جماعه هذا الشيء اللي راه يقول فيه راه ما تهزوش بالتمسخير، اتونسيون راه مش مزح ولا راهي الدنيا راهي خطيره. انا نرد على هذا سي سي بن بن بن, بن فارينا هذا ولا بن قرينا ولا واش سموه. تو دابور يا سي بن قرينا سامحني، انت فونيت با الجيريا، سامحني نقولها لك، فونيت با الجيريا، انت عندك لا ناسيوناليتي الجيريان. ماليك
كيف اسمه جدادك جابوك من كيف اسمه جابوك من البنسيو العرب وخلاوك هنا في الجزائر، عطينا لك لاسويتي الجيريان. دونك كي يرحم والديك انت باش الناس يلعب هذو الجماعه تاع البوفوار هذو يديروا داروا حاشيه نتاعهم وجابوك انت حطوك عطاوك حزب ويقول لك تكلم ويقول لك ها واش تقول وها واش تقول وها تقول. تو دابور انت ماشي جزائري، حنا لو كان غدوه الصباح نديو الاستقلال نتاعنا الامازيغ مثالك انت على بالك واش نديروا لهم ولا لا؟ مثالك انت يا سي مسيو بن قرينا راح نحيو لهم لا ناسيوناليتي الجيريان، هذه وحده. ثانيا رايحين نرافقوهم لا فرونتيير، حنا ماناش نسبوكم ولا نضربوكم ولا منا، نرافقوك لا فرونتيير، نوصلوك لا فرونتيير تاع العربيه السعوديه ونعطيوك افيك بوردرو كيما قال واحد قال هاوليكم السيد نتاعكم هذا. اذا رفضوا هما سيستيرمون يرفضوا باسكو السعوديه والكويت ومنا قالوا لنا باللي هذو الجماعه اللي يقولوا حنا نو سون دي الجيريان راه ما عندنا حتى علاقه بهم، هذو العرب يقولوا كيما هكا. اذا ما قبلوكش يا سي بن قرينا انت وسي ختيتيل هذا والجماعه هذو اللي قاعدين ياكلوا في الغله ويسبوا في المله، اذا ما قبلوكمش السعوديه راح نعطيكم لو كوميتي دي ريفوجي لو اش سي ار وهو يحوس لكم على بلاد اللي تقبلكم. حنا عندنا حنا ما صحي ترميني ما تدخلوش عندنا. خاطر راح نقول لك يا سي بن كرينا انت يا ولا بن فارينا ولا مع بن كرينا انت وسي بن كيران تاعك هذا تاع المغربي، انا نقول لكم حاجه، انا نقول لكم حاجه، اذا حبيتوا ديروا حرب، اذا حبيتوا ديروا حرب روحوا نتوما واولادكم وولاد هذو نتاع اللي راهم في النظام هذو اللي راهم في الغوفرنمون واللي يحبوا يديروا حرب، وهذو ولادكم هذو وولاد بن كيران نتاع المغرب هذا ونتاع البوفوار نتاع المغرب، روحوا اخرجوا للساحه وتقاتلوا، تقاتلوا في بعضكم الله يسهل عليكم. اللي مات دوك نجيو ندفنوه، واللي حي من المغاربه نرجعوه للمغرب، واللي حي من الجزائر نرجعوه عندنا حنا يقعد عندنا حنا وخلاص. نبصح ولاد الجزائر عمرهم ما يديروا حرب، عمرهم ما يديروا حرب ضد خواتهم المغاربه، ما نديروش حرب بالنيابه عليكم، ما فوضناكمش حنا الجزائريين قلنا لكم ديروا حرب مع المغرب، لا لا، ما نديروا حرب لا مع المغرب لا مع تونس لا مع ليبيا لا مع اليهود، ما نديروا حرب حتى مع واحد باش نتفاهموا مليح. دوكا بقى المغاربه اللي يحبوا يديروا حرب بينهم هذا سي بن كيران هذا، وانتوما اللي تحبوا ديروا معاهم حرب هذا بن فارينا و ختيتيل وهذو الجمعه هذو اللي يحبوا يديروا حرب، انا نقول لكم روحوا اجملوا بعضاكم، كي تجملوا بعضاكم قولوا لنا، كي نتوما تجملوا بعضاكم دوك نجيو نعيطوا حتى لهذو بن كيران تاع المغرب نقول لهم صاي وجدوا روحكم نديوكم الكاش بلاصه في الصحراء وتدخلوا في بعضاكم نتوما ولادكم. نبصح باش تجيو تلعبوا على الشعب الجزائري، تبعثوا ولادكم يروحوا ليترونجي اوكي، يضلوا عايشين في الاوروب وعايشين في كندا وفي الماريكان يتكسلوا وعندهم دي فيلا هنا عندنا في الجزائر يتكسلوا وتجيو تحبوا تحرشوا ولاد الجزائر يموتوا؟ لا يا اخي ما نموتش انا بطل، حنا ما نموتوش بطل على جلد هذه الصحراء فيها العقارب وفيها منا، اللي يحبها يروح يديها، حنا ما عندنا ما نديروا بها، حنا الصحراء تاعنا تاع الجزائر وما نروحولهاش، ما نروحولهاش خلاص، ما عندنا ما نديروا بها، واش نديروا بها؟ هي ارض الله واسعه. دونك حنا نقول لكم يا ناس رانا ماناش نتاع حرب وعمرنا ما نكونوا حرب. نفوت لكم هذا تسمعوا هذا سي بن قرينا هذا اللي جاي اليوم لابس لنا برنوص وجاي يلعب فيها. رانا نشوف انت يا سي بن قرينا انت يا اذا البوفوار هذا اللي حطوك عاطي لك قيمه وعاطي لك اهميه، احنا بالنسبه لنا احنا راك ما تكزيستيش خلاص، بالنسبه لنا احنا والله العظيم لا تكزيستي خلاص خلاص، هو على بالناش بيك خلاص خلاص، وروح وروح، والناس اللي فوطات عليك تروح معاك، الناس اللي فوطات عليك يا سي بن قرينا وانت نورمالمون ما تصلحش حتى بواب ما تصلحش بالحرم لا تصلح بواب، وحطوك انت رئيس تاع حزب هذا تاع شكوبي هذا، تسمحني نقول لك الكلمه هذه، هز هذو الجماعه تاعك هذو وروح حارب مع سي بن كيران تاعك هذا. تبعوا معايا هذا الجينيول هذا، تبعوا معايا. وانا اوجه كلامي لكل الجزائريين ان الامر جلل والمخاطر حقيقيه ولا يغفل عنها الا مستهتر، وتعجب من رئيس حزب يدعي انه اسلامي مغربي قبل ايام احد رموزه يدعو للجهاد بالزحف على
ولاية تندوف ورئيس حزبهم هذا المسمى بن كيران مؤخرا وقبل أيام أرسلوا لفريق الإعلام وفريق الرصد يدعو المغاربة للتجهز للحرب التي سوف يخوضونها ضد الشعب الجزائري والسيادة الجزائرية والأراضي الجزائرية، ويستشهد بالآية الكريمة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ويقول لمناضليه ولعموم الشعب المغربي أنه يجب عليكم أن تتجهزوا حتى تموتون أو تميتون الشعب الجزائري. لذلك أقول لكم أيها الإخوة أن الأمر جدي وليس مزاح. ولا ولا هاكم سمعتوا سي بن قرينا هذا يخطب على الشعب الجزائريين وندير حاجة كبيرة، وهو راه ما يمثلش 1% نتاع الشعب الجزائري، 1% ما يمثلوش واحد كيما هذا. تو دابور إني با ألجيريان، هذا السيد هذا إني إن جامي إيتي ألجيريان. تو دابور قالها نهار كي بعد دارولو دار كونديدا في الانتخابات الرئاسية، وقال له واحد الشيخ الله يذكره بالخير جا قال له اسمع سي بن قرينا، حنا ماذا بينا اللي ماهوش أمازيغي ما يكونش رئيس، وعنده الحق، وعنده الحق. علاش؟ باسكو حنا رانا في بلادنا أمازيغ، لازم يكون الأمازيغي هو اللي يكون رئيس على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ما تجيبليش واحد انا من علاش حنا كيما كان عندنا حنا جزائري راح دار ولا امازيغي راح دار رئيس على السعوديه، ولا دار رئيس على كيف اسمه اليمن، ولا على الكويت، ولا منا. دونك لا ريزون سيد هذا، ورد له سيد هذا قال له انا مانيش امازيغي. دونك فو نيت با الجيريان، فو زافي لا ناسيوناليتي الجيريان. ويجي نهار نحيوها لك اذا كنت على قيد الحياه، نحيوها لك انت وغيرك، باسكو حنايا ما نحتاجوش الناس اللي يجيو يديروا لنا فتنه في بلادنا. حنا ما عندنا مشكل حتى تا مع واحد، ما عندنا مشكل لا مع المغرب لا مع تونس لا مع ليبيا لا مع مصر لا مع العربيه السعوديه لا مع تركيا. ما عندنا حتى مشكل حتى مع واحد، حنا قاعدين في بلادنا وما نظلموا حتى واحد، واللي ظلمنا اكسع نعرفوا واش نردوا له. مي باش نروحوا هنا نتهدوا على الناس، ولا نروحوا كيما دوك انت راك تحب تبندر قالوا لك الناس هادو جماعة هادو اللي يطبلوا لك، هادو جماعة اللي في النظام هادو يطبلوا لك على الحرب. حنا ما نديروش الحرب بالوكالة، ما نديروش بالحرب بالوكالة عليكم. الشعب الجزائري ما يهزش السلاح ضد خيانو المغاربة، عمرها ما تصرى وعمرها ما تكون. واللي يحب يدير الحرب يروح بعيد ويدير الحرب، راني قلت لكم وعطيتها لكم. اللي يحب يدير الحرب يروح يخرج من الجزائر ويروح يدير حرب. حنا ماناش تاع حرب، حنا نتاع سلم، حنا نجريو على الشعب الجزائري باش ياكل، باش يشرب، باش يعيش ترونكيل. حنا ماناش غنجيبوها حرب من آلاف السنوات ملي كانوا جدودنا وهما يحاربوا، ماناش غنجيبوها حرب 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 وديو موت 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 وانتوما تعيشوا. روحوا جيبوا ولادكم يحاربوا، روحوا خرجوا مع ولادكم وروحوا لفرونتيير مع المغرب وهما يبعثوا بن كيران وجماعة نتاعو وتقاتلوا في بعضكم كما قلت لكم. وحنايا اللي مات من الجزائريين ندفنوه، واللي قاعد حي يحب يرجع يرجع، اللي يحب يروح يروح الله يسهل عليه. مي حنا لي زرجانيه ما نديروش الحرب مع خويانا المغاربه، عمرنا ما نديروا حرب لا على الصحراء لا على ما على باليش واش تسميوها نتوما البوليزاريو لا على اسرائيل، لا ما نديروش حرب. حنا اوني با نتاع حرب، حنا نتاع سلم. اللي يحب يدير الحرب مع فلسطين يروح لفلسطين، اللي يحب يدير الحرب مع البوليزاريو يروح مع البوليزاريو. حنا ما نقبلوش نديروا حرب، باش نتفاهموا مليح، هذه نعطيوها لكم من الاخر. وردوا بالكم يا ناس، نقول لكم انا المسؤولين او نقول لكم راه والله لا يقدر، والله لا يقدر لو كان تشعلوا النار راكم تحرقوا بها انتم الاولين. انا نقول لكم واسمعوا تشوفوا هاد لا فيديو هذه راني قلتها لكم، راه لو كان نتوما اللي تشعلوا اللي تنسال وتشعل النار راكم تحرقوا بها نتوما قبل ما يتحرقوا بها الناس اللي رايحين تحبوا باش يحرقوهم. نتوما الاولين انا نقول لكم، ومن عند الشعب نتاع الجزائر، ومن عند الشعب نتاع الجزائر، باسكو الشعب نتاع الجزائر سيفيني قال لكم نحبوا نعيشوا. الشعب الجزائري قال لكم يا جماعه روحوا بعدوا عنا، قالوا لكم روحوا خطيونا، هذا واش قال لكم الشعب الجزائري. نتوما حبيتوا تحكموا الكرسي
وكيتحبوا تشوفوا الحاله ما نجمتوش تعيشوا الشعب الجزائري وما نجمتوش تجيبوا له قاعد في الميزيريه الصور كما قال واحد في الخزينه كما تقولوا انتم عندنا فايض والناس تطيش لبرا ما لقاتش وين تسكن وما لقاتش وين ترقد وانتم جايين تطبلوا لنا الحرب ما كان حتى حرب ما نديروا حتى حرب باش نتفاهموا مليح لا مع المغرب لا مع اسرائيل لا مع اسبانيا لا مع سيدي زكري حنا ما نديروا حتى حرب حنا مادامنا قاعدين في بلادنا واحد ما جانا واحد ما ضربنا حنا نورمال حنا ما نروحوا حتى لواحد تو دابور قلنا لكم وعاودناها لكم وقلنا لكم الصحراء الغربيه هذه ماناش حنا اللي ندافعوا عليها اوني با لوني اوني با لوني باش ندافعوا على الصحراء الغربيه جماعه الصحراء حكمناهم عندنا راهم قاعدين ياكلوا ويشربوا عندهم مشكل مع المغرب يفريوها في لوني حنا ماناش لوني باش نتفاهموا مليح حنا اوني با لوني باش نتفاهموا مشكله نتاع فلسطين اللي يحب يحارب مع فلسطين يروح لغزة اللي يحب يضرب مع فلسطين ويقول انا فلسطيني وحنا نموتوا على جات فلسطين يروح لغزة حنا هنا ما كانش في الجزائر ما كانش الحرب حنا ما نموتوا لا على فلسطين ما نموتوا لا على الصحراء الغربية ما نموتوش خاطينا هنا واللي يحب يموت يتفضل كان لي فرونتير يروح ما يجيش عندنا حنا هنايا ويحب يحرق لنا البلاد حنايا ما نقبلوش هذا الشيء هذا دونك ما توصلوناش يا مسؤولين نتوما أني نقول لكم يا مسؤولين احسبوا 50,000 حساب باسكو الشعب راح يدور عليكم نتوما الاولين انا نقول لكم الشعب منعته من اللي عيطوا الحراك هذا كثر خير كورونا باش يكون في عينكم سينو كان الشعب راح يدخل عليكم نتوما الاولين هذا مش تحريض ولا واش نقول ولا منا خطا الشعب يلنا مار الشعب قال لكم حنا نحبوا نعيشوا نحبوا ناكلوا نحبوا نشربوا نحبوا نحوسوا نحبوا نقراوا نحبوا نعيشوا الشعب الجزائري ما قالكمش نحب نموت باش نتفاهموا مليح الشعب الجزائري كونترير راه كيما ينجمش يعيش او يموت في البحر ماشي لعك فرنسا اللي خرجناها خاطرش ما قدرش يعيش دونك اذا ما نجمتوش من فضلكم روحوا استراحوا روحوا خليوا الجزائر كان ألف واحد اللي ينجم يجي ويسير الجزائر مش آلاف مش ألف واحد اللي يحب الحرب يروح يدير الحرب بعيد ماهوش انتم ولادكم تبعثوهم ليترونجي يتكسلوا وتجيو تحرشوا ولا الشعب ولا الشعب الجزائري يموتوا على جهه الصحراء الغربيه ما نموتوش على الصحراء الغربيه حنا خاطينا حنا لو كان نموت نموتوا على الجزائر باش نتفاهموا مليح لا جيل صح لو كان واحد يحب يقيسنا نفوروا عليه ان شاء الله حتى بالنساء حتى النساء تحارب بصح مادام ما قاسوناش ومادام رانا قاعدين ما نتبلاوش على الناس ما نتبلاوش على الناس باش نتفاهموا مليح قضيه الصحراء ماهيش قضيه الجزائر قضيه الصحراء قضيه البوليزاريو والبوليزاريو بين وبين المغرب وبينهم وبين لونو يروحوا الامم المتحده يفرقوا مشاكلهم حنا خاطين حنا اللي يحب يتكلم معنا قال خويا حنا الصحراء خاطين ما تهضرش معنا حنا حنا ما نضربوا مع الصحراء ما نضربوا معاكم حنا خاطين تفاهموا على الصحراء هذه هذا المنطقه هذه راكم تقابضوا عليها روحوا تقابضوا عليها بعيد حنا ما نتقابضوش عليها باش نتفاهموا مليح دونك يكون راني وصلت الميساج باش الناس تعرف باللي حنا ماناش هنا اللي يجي يحب يدير حرب بالوكاله علينا لا ما نديروش حرب حنا خاتين حنا خاتين ما نديروش الحرب بالوكاله حتى على واحد حنا قاعدين في بلادنا رانا عايشين لو كان غدوه الله لا يقدر انسان يحب يدخل علينا في بلادنا وي حنا ما نخليوهش بصح باش يجي هذا الارهابي بن كيران انا نعاودها ونقولها الارهابي بن كيران ولا الارهابي هذا بروينه هذا ولا كيف اسمه سمحوا لي مش بروينه كانوا الناس بزاف يقولوا لي ما تقولش اسمنا عندكم الحق سمحوا لي نعتذر هذا بن قرينه هذا الاسلاميست الارهابيين هذو روحوا كلوا بعضكم بعيد كلوا بعضكم بعيد انتو نرجعوا في نوتر فيديو ان شاء الله قيم ديال هنا